السلام عليكم، اهلا بكم مره تانية على قناتي هاني المكاوي كوليكشنز. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على ساعتين مع بعض. الساعتين دول هم دول اللي هي السواتش وكمان التسوم. ليه هتكلم على الساعتين دول مع بعض؟ لان الساعتين دول تحت جروب اسمه سواتش جروب. سواتش جروب ده جروب كبير بيضم حوالي 16 ساعه، من ضمنهم الساعتين دول بالاضافه لرادو، بالاضافه كمان لاوميجا، كمان لونجينس، في اللي هو كالفين كلاين اللي هو سي كي، في حقيقة في كمان من ضمن المجموعة ساعة اسمها سيرتينا. كل دول تحت مجموعة اسمها سواتش جروب. اوكي، دلوقتي هبدأ انا بالساعة دي. الساعة دي اسمها تيسو. هي ساعة بسيطة جدا، فيري سمبل يعني. كانت عجباني لانها بسيطة. في نفس الوقت زمان لو انتم شايفين الساعة هنا، الشركة دي متأسسة سنة 1853، فهي تعتبر من الشركات العريقه قوي. طبعا زي ما قلت ان هي ساعه كمان سويسريه. في نفس الوقت انا كان عاجبني فيها اللي هو زي ما قلت في الاول ان هي فيري سامبل، بالاضافه كمان ان الاستيك بتاع الديزاين بتاعها كان عاجبني جدا. فدي الساعه اللي هي تيسو. اوكي، دلوقتي هتكلم على الساعه الثانيه. الساعه الثانيه هي دي اللي هي سواتش. زي ما انتم عارفين الساعه سواتش بتبقى اغلبها بتبقى ساعات اللي هي بتبقى زي قريبه من اللي هي الساعات اللي هي الفاشون. بتلاقوا اغلب الديزاين بتاعها بيكون اللي هو اللي هو المراهقين. بس كانت في حاجه كويسه ان هم بداوا يعملوا انتاج للساعات اللي هي زي دي. اوكي، اللي عاجبني في الساعه دي اول حاجه الديزاين بتاعها. طبعا اللي هو تحس ان هو يعني واخد اتنين، اللي هو فورمال اوكي وفي نفس الوقت اللي هو السبورت، يعني اللي هو الشكل اللي هو الرسمي وفي نفس الوقت شكل ايه رياضي. الحاجه الثانيه الساعه دي بتتميز ان اللي عاجبني فيها كمان الشكل بتاعها. اللي عاجبني فيها كمان الاوستيك يعتبر من اللي هو النوع اللي هو السميك شويه. الساعه دي بتتميز ان فيها حاجه فيها اللي هو الكرونوجراف، بالاضافه كمان في حاجه اسمها توكوميتر. ان شاء الله انا هعمل زي ما قلت قبل كده في فيديو سابق ان انا هعمل حلقه على الكرونوجراف هو ايه بالظبط وبيستخدم في ايه، وفي نفس الوقت هعمل حلقه تانيه برضك منفصله على التوكوميتر واعرفكم يعني ايه التوكوميتر. فان شاء الله تستنوني في حلقه تانيه قريبه ان شاء الله هوضح لكم فيها الكرونوجراف والتيكوميتر. ده الحلقه بتاعت النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انا اكون يعني على قد ما اقدر وضحت لكم الساعه تيسو والساعه اللي هي السواتش، وكمان عرفتكم ان هم تحت مجموعه واحده اسمها سواتش جروب. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، واتمنى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات بتاعتي اول باول. اشوفكم على خير ومع السلامة، وتصبحوا على خير.